أشواطة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. السلام عليكم. احنا في الطلبه ديال لانسجي تنظموا واحد الحدث بالمناسبه ديال اليوم العالمي للغه العربيه اللي هو 18 دجنبير. بهذه المناسبه هذه كننظموا واحد الندوه ثقافيه تحت العنوان ديال اللغه العربيه في عالم معولم ومتغير. حضروا لها واحد جوج ديال الاساتذه جامعيين، واحد استاذ لواحد اللي هو رئيس الجمعيه المغربيه لحمايه اللغه العربيه ديال اللي جهه الدار بدا اسطات، والاخر اللي هو عضو في نفس الجمعيه. غادي يناقشوا هذا الموضوع هذا، وهذا الندوه وهذا الحفل هذا ما غاديش يكون عباره عن ندوه فقط، غادي يكون عباره عن وقفات ابداعيه ديال الطلبه اللي هي انتاج خالص ديال الطلبه، بحال بعض الوقفات الغنائيه، وقفات ابداعيه عن طريق الشعر والنثر. وفي الاخير غادي نختموا هذا الحفل هذا وكيف ما غادي تشوفوا بواحد المسرحيه من تمثيل ديال الطلبه، ولكن هي ماشي مسرحيه ديالنا، احنا خديناها من عند واحد الاستاذ اللي هو سميتو احمد عرابي، دخلنا عليها بعض الاضافات البسيطه. غادي يلعبوها الطلبه قدامكم كيف ما غادي تشوفوا. كانوا بعض الزيارات من الخارج ديال الطلبه اللي خارجين اللي هما غادي يساهموا معنا في هذا الحفل هذا، عن طريق واحد الشاب اللي غادي يقدم لنا واحد الوقفه ابداعيه ديالو ديال سلام تيهضر على اللغه العربيه. اون غرو هذا هو الحفل وشنو غادي يكون فيه. شكرا.